السلام عليكم الشباب، الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية. قناة سوق المواشي في إدلب وشمال سوريا. الشباب عندنا شكارة طيبة ما شاء الله موجودة عند أخونا برهان أبو الفوز على ربجة الدلال برهان، ما شاء الله تبارك الله، خشانة وشي طيب والله. نقول حمدانيات ما شاء الله، خشانة ما شاء الله. طيب والله ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك الله. يا جبار يا جبار، خوش انعجبت بعد العيد 15 يوم، تمام، بعد تعدون بعد العيد 4 ايام العيد وبعد العيد 15 يوم، هذا ايوه بس بغره 2050 بقدر عليه. السلام عليكم، باكر هاي كلام المختصر علم الدين كمان والله ما في جبار من بعد بعد قام يشاوروا على السعر. السلام عليكم، تمشى مني ما شاء الله تبارك الله. هيك ابو حمزه هيك، اللهم صل طيبه خلاص طيبه. انا باخذه بسيارتي، ما يفك ايه لسه تفطينه. لا هاي شو طيب هلا انا اذا ردت انت بيعك على كيلو غنم هذه بحطها، اذا بعت لسلمان غنم قد حط 15 بس يا اولادي لا قدر حال يا برهان. صلي على النبي لو مسار، صلي على النبي. لك ما عندي انا بضعه خيمه، لك فتح عينك طلع بالبدعه 15، لك شو 15 تحطها بجيبك، فتح عينك طلع الغنم على الرزق وعلى المال. وكل الله، اهلا وسهلا. اشتريت؟ ايه طلع اشتريت 24 2400 1400 يا جماعة الله شو البلد، قول له 2000 خيوط غنم، هذا المال الطيب، هذا المال الطيب. اللهم صل على محمد، خلط عدي خلط عدي خلط يا شباب غنم تتميز بخشانتها يا شباب. أنا بالنسبة لي ما أحب أنعجة جرنة، الأنثاية الجرنة ما أحبها، لكن يعني برأيي الشخصي إنه الجرنات ينفن. عندك هاي ما شاء الله، اللهم صل على محمد، هاي اللي براسها تجبيها بيضة، هاي شوف ما شاء الله كويسة هاي. شرط مصفطاي، مصفطاي زين، مصفطاي حلوة.